حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستعرض معكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية حالة الطقس المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. أهم محاور هذه النشرة الجوية، المحور الأول توقعات درجات الحرارة خلال الأيام القادمة والتي سيطرأ عليها المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة نظرا لتأثر المملكة بكتلة هوائية أكثر دفئا من المعتاد كنتيجة لقدوم أحوال جوية غير مستقرة خلال اليومين القادمين، وهذا ما سنتطرق له في المحور الثاني. المحور الثالث هو توقعات الأمطار الخاصة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة والتي ستؤثر بشكل رئيسي على المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، بعض المناطق المتفرقة الشمالية، أيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. سنتطرق أيضا لموضوع خرائط درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب مباشرة من حولنا. لدينا وهنا في طقس العرب نلاحظ معكم ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة في القطاع الشمالي من المملكة، كذلك حال نلاحظ معكم ظهور بعض السحب المتفرقة على ارتفاعات متوسطة وعالية على سواحل الخليج العربي، في حين باقي مناطق المملكة خالية من أي تواجد هام للسحب كما هو مبين. نلاحظ معكم من خلال درجات حارة خلال درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة هذا الارتفاع التدريجي في درجات حارة في القطاع الغربي والأوسط في المملكة، في حين تكون هذه الدرجات منخفضة صوب المناطق الشمالية. لكن نلاحظ معكم مع يوم الاثنين ارتفاع تدريجي وهام على الحارة في مناطق واسعة في المملكة نظرا لتأثرها بكتلة هوائية أكثر دفئا من المعتاد، وهذا الارتفاع مستمر كما هو مبين حتى يوم الثلاثاء، بل وسيزداد لاسيما في المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، أيضا المنطقة الشمالية كمقدمة لمنخفض جوي متوقع أن يؤثر على مناطق بلاد الشام المجاورة مرفق بكتلة هوائية باردة كما هو مبين خلفي في هذه المناطق، في حين نلاحظ معكم هذا الارتفاع في مناطق واسعة في المملكة والذي سيبلغ ذروته يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى. أما توقعات محاكاة نظام الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب، نلاحظ معكم هذا المنخفض الجوي في مناطق بلاد الشام المجاورة، سيؤدي ذلك إلى وجود هذه الكتل الهوائية الأدفأ أكثر دفئا من المعتاد بالتزامن مع امتداد لمنخفض جوي على السطح، وبالتالي نشوء أحوال جوية غير مستقرة على سلسلة الجبال الجنوبية الغربية في المملكة. كذلك الحال نلاحظ معكم هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في مناطق عديدة مع ساعات مساء الثلاثاء، المنطقة الوسطى قد تشمل بذلك العاصمة الرياض، أيضا المنطقة الشمالية، ولاحقا مع مرور الوقت صوب المنطقة الشرقية. ونلاحظ معكم استمرار توقعات الأمطار في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية بمشيئة الله تعالى. أيضا هنالك احتمالية لأن تصل بعض الزخات الخفيفة أقصى الحدود أو المناطق الحدودية الشمالية مع المملكة الأردنية الهاشمية، كذلك الحال دولة العراق، في حين نلاحظ معكم يوم الأربعاء استمرار الهطولات المطرية في أجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية، كذلك الحال استمرارها فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، ولاحقا أيضا مع ساعات مساء الأربعاء صوب منطقة نجران أيضا الحدود مع اليمن بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم من خلال الآن باستعراض أهم توقعات الطقس خلال الثلاث أيام القادمة في منطقة الرياض. كما تحدثنا هنالك ارتفاعات تدريجية وملموسة على الحارة لتصل ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تكون العظمى في الرياض بحدود 30 درجة مئوية. تكون الأجواء مستقرة صحوة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، لكن مع ساعة مساء الثلاثاء أيضا يوم الأربعاء تتهيأ الفرصة في العاصمة الرياض لهطول زخات من الأمطار بمجملها ما بين الخفيفة والمتوسطة بمشيئة الله تعالى. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.